أوجه تعزيز التنمية الفلاحية بالمغرب ثم إمكانية تدخل الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية في تمويل مشاريع مخطط المغرب الأخضر خصوصا في العالم القروي من أهم ما تم التباحث بشأنه اليوم خلال اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بالمديرة المكلفة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا بالصندوق. المتابعة لحافظ البوطي ومحمد تونينا. محور هذا اللقاء استعراض برنامج التعاون بين المغرب والصندوق الدولي لتنمية الفلاحية، وكذلك استعراض أوجه مساهمة هذا الصندوق في تمويل المشاريع الفلاحية ومكافحة الفقر بالعالم القروي. محور لقائنا تعزيز أوجه التعاون المستقبلية في إطار مخطط التعاون بيننا، وبالنظر إلى جهود المغرب في المجال الفلاحي نساهم في تمويل مشاريع المغرب الأخضر المناطق الفقيرة والهشة من أجل القضاء على الفقر. محور التعاون إذن هو تعزيز التنمية الفلاحية ومكافحة الفقر بالمناطق النائية والمناطق الجبلية الهشة. عندنا معه واحد العدد ديال المشاريع تقريبا 65 مليون ديال الدولار اللي هو كيمول في مشاريع موجودة في مناطق جبلية ومناطق هشة، واللي كنحاولوا باش ان شاء الله في افق 2015-2016 تكمل كل هذه المشاريع. بين المغرب والصندوق الدولي لتنمية الفلاحية برنامج للتعاون يمتد على مدى 3 سنوات المقبلة، والحوار يشمل دعم الصندوق لمخطط المغرب الأخضر ولتمويل المشاريع الكبرى. بحث سبل تحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات التي تعاني من الهشاشة ومحاربة الفقر بالوسطين الحضري والقروي من أهداف اللقاء الدولي الذي انطلق صباح اليوم بالرباط في إطار شراكة بين البنك الدولي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يشارك فيه خبراء من مجال التنمية البشرية من المغرب ومن دول عربية وأجنبية أخرى. المتابعة لسعيد غنم وسعيد الشاسي. شكل هذا اللقاء التواصل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة لتنسيق الإجراءات وتقويتها في مجال التنمية المجتمعية. اللقاء يرم تعميق جسور الشراكة للتعرف على التجربة المغربية الرائدة في مجال السياسة الاجتماعية بالمجالين الحضري والقروي. والهدف هو أولا باش تكون واحد تبادل الخبرات، تبادل التجربة فيما يخص التنمية المجتمعية، كيفاش يمكن نطوروا هاد التنمية اللي كانت في صلب الاهتمامات ديالها وهو الإنسان. الهدف الثاني كذلك وهو باش يكون واحد زيارة ميدانية لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مدير قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية بالبنك الدولي والوفود المشاركة نوهت بالتجربة المغربية في مجال محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي. هي ورشة تجمع العديد من الدول مثل تونس، العراق، اليمن، اندونيسيا، وهي فرصة كذلك للتعرف على التجربة المغربية في مجال التنمية المحلية. نحن سعداء نشارك في هذه الحلقة الدراسية لعدة أيام وللإطلاع عن كثب على التجربة المغربية، وبالذات في مجال يعني أنتم تسموها الجهويات ونحن نسميها المحليات، حتى يعني نرى فعلا هذه التجربة الناجحة إلى أين وصلت. تأتي للغرض الإطلاع على تجارب الدول في تنمية قدراتها التنموية والمجتمعية والبشرية. مجتمعاتنا تحتاج إلى الكثير من القرارات وإلى الكثير من الدراسات والمشاريع لغرض النهوض بواقعها الاقتصادي في كافة المجالات. الوفود المشاركة ستقوم بزيارة ميدانية لبعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة مراكش، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع اللجنة الإقليمية في مجال التنمية البشرية.